وصلنا إلى مجريات اللقاء كما شفتوها. يعني أولا قبل ما ننتقلوا إلى اللقاء نظرنا أننا تكلمنا مرارا وتكرارا بأن هذه المقابلتين تاع الدور التمهيدي راح تكون مقابلة تحضيرية للموسم الجديد، وذلك نظرا لعدة أسباب ومنها يعني تأخر البطولة تاع الموسم الفارط اللي انتهت يوم 15 جويلية، وما كانش عندنا وقت كثير باش نحضروا لهذا الدور التمهيدي سواء من ناحية التحضير أو حتى من ناحية الانتدابات. يعني نظن أن عملنا في ظروف صعبة وصعبة جدا، الإدارة يعني عملت كل المستحيل باش تأهل لنا اللاعبين الجدد، كان باستطاعتها تأهيل 4 لاعبين كما شفتوا حتى الموضوع تاعهم اليوم والحمد لله يعني كان ممتاز في قضية الميدان. فيما يخص المقابلة بطبيعة الحال فريق نجم الساحلي حاول يسير المقابلة نظرا لتفوق تاعو في مقابلة الذهاب. حنا كما شفتوا اللي لعبنا في نصف الملعب تاع نجم الساحلي، يعني استحوذنا على الكرة وحقنا حذرنا من الأخطاء اللي وقعنا فيها، وخاصة أن القوة تاع نجم الساحلي هي كانت لاتروزيسيون رابيد وكانت يعني لا هنا فوتسي لو جو إيزون ريكيبيري لا بول ترونزيسيون رابيد إيزون ماركي لو بوت. من بعد يعني مش فرش عليه أشياء كثيرة. اللاعب النادي القسنطيني اللي قدم المقابلة اللازمة كان يعني فيه تنويع من اللاعب على الجهتين اليمنى واليسرى، حتى في العمق اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي بذلوها، ونظن أن مقابلتين يعطينا التفاؤل وتفاؤل كبير إن شاء الله لبداية الموسم، إن شاء الله راح يكون كبير بالنسبة لنادي القسنطيني، وذلك نظرا لعدة أسباب ومنها يعني تأخر البطولة تاع الموسم الفارط اللي انتهت يوم 15 جويلية، وما كانش عندنا وقت كثير باش نحضروا لهذا الدور التمهيدي سواء من ناحية التحضير أو حتى من ناحية الانتدابات. يعني نظن أن عملنا في ظروف صعبة وصعبة جدا، الإدارة يعني عملت كل المستحيل باش تأهل لنا اللاعبين الجدد، كان باستطاعتها تأهيل 4 لاعبين كما شفتوا حتى الموضوع تاعهم اليوم والحمد لله يعني كان ممتاز في قضية الميدان. فيما يخص المقابلة بطبيعة الحال فريق نجم الساحلي حاول يسير المقابلة نظرا لتفوق تاعو في مقابلة الذهاب. حنا كما شفتوا اللي لعبنا في نصف الملعب تاع نجم الساحلي، يعني استحوذنا على الكرة وحقنا حذرنا من الأخطاء اللي وقعنا فيها، وخاصة أن القوة تاع نجم الساحلي هي كانت لاتروزيسيون رابيد وكانت يعني لا هنا فوتسي لو جو إيزون ريكيبيري لا بول ترونزيسيون رابيد إيزون ماركي لو بوت. من بعد يعني مش فرش عليه أشياء كثيرة. اللاعب النادي القسنطيني اللي قدم المقابلة اللازمة كان يعني فيه تنويع من اللاعب على الجهتين اليمنى واليسرى، حتى في العمق اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي بذلوها، ونظن أن مقابلتين يعطينا التفاؤل وتفاؤل كبير إن شاء الله لبداية الموسم، إن شاء الله راح يكون كبير بالنسبة لنادي القسنطيني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.